جيت نتكلم لك على المنتخب الوطني الاول، ما كاينش كوتش مونتال، ما كاينش في الكوتش مونتال، والطاقم راه تيبان لكم. كاين كوتش نيوتريسيونيست، شي واحد اللي مكلف بالتغذيه، يعني مكلف بالبطن، ولكن ما كاينش اللي مكلف بالعقل. وشكون اللي تيسيرنا؟ وهو العقل. ما بقاش في الشبعه، بقات في اخذ القرار. راه ماشي البطل اللي تياخذ القرار داخل الملعب. وتيبان لك بان هنا كاين واحد نقص كبير داخل المنتخب الوطني، والمشاكل اللي وقع في المنتخب الوطني كون كان كوتش مونتال غادي يصلح جميع الامور اللي كاينه، خصوصا بلا بيرسيبسيون، يعني الاستيعاب، وكذلك بالتواصل. والله ما نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه، تنحلف يمينا كون كان كوتش مونتال اللي مثبت وكيف تيقولوا يعني ممكن من المادة دياله ومن المهنة دياله. وهو لا جيت نحللك، غادي نحللك دابا من واحد الجانب انا كأستاذ جامعي. كاين امور اللي تتبقى امور كبيرة عندنا في المغرب، وهي الوطنية. فما يمكنش لي انا كمدرب نحرم وطني من الوطنيه ديالو ومن لاعب المنتخب الوطني، لانه قد بها ومن احسن اللاعبين اللي عندنا في العالم. ما يمكنش لينا نحرموه. لهذا هذا السيد ما عندوش الحق من هنا من حب الوطن، وما عندوش الحق من هنا من كفاءات مغربيه، حيت هو ما تفاهمش معاه، ولا حيت ما دازش التواصل بيناتهم. هذا عيب وعار، هذا عيب وعار، لان المغرب محتاج لولاده ومحتاج للكفاءات ديالو. ثانيا، ما كاينش هناك شي زبونيه، العالم كله تيعرف هاد اللعابه، وتيعرف يعني المستوى ديالهم، وتيعرف كذلك العطاء ديالهم. فلهذا انا الا جيت ناخذ من هاد الناحيه استراتيجيه، غادي نمشي من غادي نقول سي هاليلو جيس واحد، الى ما قبلتيش هاد الناس الله يعاونك. ولكن مساله اخرى، هنا مساله اللي غادي نتكلموا عليها، نحيدوا دابا العاطفه وغادي نتكلموا على المعقول. هاد هاليلو جيس وهاد واحد يعني شفنا معاه الرباحات، واخا ما شفناش يعني لا سميتو ما شفناش الاداء، ولكن شفنا لي ريزولطا. احنا وصلنا هذا السيد لكاس افريقيا، وصلنا لكاس العالم. فإلا جينا نشوفوا بالنسبه للنتائج، بالنسبه داكشي اللي عطانا، ما غاديش نخدموا العاطفه، وغادي نقولوا خصو يبقى. فهمتي؟ غادي نقولوا خصو يبقى. علاش انا غادي نجري عليه؟ لان عاطيني لي ريزولطا. ما نقدرش نجري على شي واحد اللي ما عاطينيش لي ريزولطا. ولهذا اليوم، حيت احنا عندنا في التحليل ديالنا من خلال الكوتشينغ مونتال، عندنا 3 ديال المخاخ. كاين المخ الاول اللي خايب، سي سكون ابيل لو ريبتيليان، هذا جوابك فمك وتيخرج على بنادم. وعندنا اللامبيك هو اللي تيكون فيه دي سنتيما، هو الوطنيه ديالنا. ولكن خصنا ناخذوا حنا المخ، الكورتكس ما فيها لا با لا خويا لا صاحبي لا والو، فيها المعقول. فإلا جينا ناخذوا من ناحيه ديال المعقول، وجينا ناخذوا من ناحيه ديال المنطق، ما عندناش الحق نجريو على هذا السيد لانه اعطانا لي ريزولت. تماما. انا تنشكرك لان عطيتيني واحد الكره زوينه. لان المثل المغربي اش تيقول لك؟ تيقول لك الربح في المشرى. فمني حنا درنا الكونترا مع هذا السيد، كان خصنا ننتبهوا للماضي ديالو، وننتبهوا للمشاكل ديالو، وننتبهوا. ماشي حتى وصلنا مع الخصام عاد ولينا تنجبدوا، راه الجابون طرداتو، راه لا كوت ديفوار طرداتو، هادشي راه كنتو عارفين قبل ما تدخلوه، قبل ما تجيبوه. ولهذا نعطيك امثله اللي واقعه في الفرق المغربيه. تنجيب واحد الافريقي تنخلصوه بمال كبير، والعطاء ديالو ما كاينش. علاش؟ لان سور لو بلون مونتال لانتيغراسيون ديالو، الاندماج ديالو ما كانش ناجح. ما عرفناش كيفاش نخدموا معاه لاسبي كولتورال، لاسبي ثقافي. وهذا الشيء وقع في الجديده، جابوا السيد من برا، جلس معاهم شهر ولا شهر ونص، خلصوه مشى في حالاته، ما قالش لهم السلام عليكم. اللاعب الثاني اللي جا الوداد كذلك دار عام في الوداد، من بعد هاد الحوايج ومشى في حالاته،
بس وهذا واليوم في البطوله المغربيه كاينين لاعبين اجانب اللي ما عطاوش الاضافه، كاينين مغاربه لاعبين احسن منهم. ولهذا تنقول بان الكوتشينغ مونتال خاص يكون في الدخله، خاص يكون في الريكروتمان، هذا هو اللي خصنا نمشيو عليه باش يكون واحد التناسق، وباش نشوفوا هذاك السيد واش غادي ينسجم ولا ما غاديش ينسجم. وغادي نزيد اكثر من هذا، ان اليوم في الفرق المغربيه تتلقى المغاربه بوحدهم وتتلقى الافارقه بوحدهم، سوني با نورمال. نتمنى ان شاء الله باش يكون هذا اللقاء ديالنا هذا المساء متعه رياضيه، ومن خلاله نستفيد من الضيف ديالنا الكريم. في انتظار يلتحق بنا زميل احمد ثابت بعد قليل. ضيف ديالنا هذا المساء هو الدكتور زكريا بن عمر فارس، وإلا قلنا فارس فهو فارس فعلا في الميدان ديالو. سي زكريا مساء الخير. مساء الخير لجميع المستمعين والمستمعات، مساء الخير راديو فولتير والمحبين ديالو، مساء الخير سي نور الدين وسي عبد الله، وان شاء الله انتظار ديال سي احمد. تنشكرك اخي وتنشكر جميع المستمعين والمستمعات. بالنسبه لنا اليوم لان احنا في الكوتشينغ مونتال تنتعلموا دائما نخدموا على الوقت اللي بيدينا واللي عندنا، وهو لو مومون بريزون، الوقت الحاضر. فبالنسبه لنا حنايا كورونا هي ماضيه مشات، فجميع الاخوان والاخوات والرياضيين تنخدموا معاهم دائما باش يتمتعوا بالوقت ديالهم الحاضر ويفكروا كذلك في المستقبل ديالهم. فالوقت الحاضر متعه ديالو اولا رجوع الجمهور، لان تبارك الله الجمهور الغفير اللي تلاحظوه في المقابلات يعطى واحد الانعاش اللي كانت محتاجه ليه الكره المغربيه والرياضه بصفه عامه، وعطى واحد الذوق خاص داخل الملاعب، وحنا تلاحظوه من خلال التفوات، من خلال الاغاني ديال الفرق، وكذلك من خلال التحركات. وبغيت في هذا الجانب نشكر رجال الامن ورجال المطافي، ونشكر كذلك جميع الاخوان والاخوات اللي تيعملوا في المستشفيات، وجميع من تيسهر على هذا العرس، لان بالنسبه لي انا لا البطوله ولا الكاس فهو عرس رياضي اللي كنا مشتاقين ليه واللي كنا محتاجين ليه. فشكرا وشكرا لجميع المساهمين في هذا النجاح. يعني بكل صراحة أنا دابا تنعيش مع فريق اللي تنتابعه، اللي عندي كونترا معاه عقد وتنعيش معهم، ما كاينش هاد المشكل بتاتا داخل الفريق، يعني أن الناس واخدين الاحتياطات ديالها الكافية وتنعيشوا بسلام وسلم، وكذلك من تندخلوا المقابلة يعني كاين واحد الارتياح كامل. فبالنسبة لي أنا بكل صراحة لا، بالنسبه للفريق اللي تنتبعوا الان واللي تنعيش معاه ولا الفرق اللي تنتلاقاو معها، فبالنسبه لنا يعني الامور عاديه الحمد لله. هذا تيرجع لفضل جميع الناس اللي ساهموا في النجاح ديال هاد الباساج، لان المغرب اللي كان عنده دور ريادي في العالم، والحمد لله كنا من الناس الاولين اللي حافظوا على الصحه ديال المغاربه وتستعملوا جميع الاليات، وكذلك المغرب ما بخلش باش يسد الحدود للحفاظ على السلامه ديال ولادو وبناتو في الوقت اللي كان واجب داكشي. اليوم تيظهر لي بان الاقتصاد المغربي وخصوصا السياحه راه بدات تاخذ واحد الانعاش ديالها، والرياضه كذلك كمنعش يعني بالنسبه للفرجه، بالنسبه للمتعه، بالنسبه لدخول الفرح على البيوت وعلى المحبين، فهي تتلعب كذلك الدور ديالها. فلهذا تنعاود ناكد بان اليوم ما بقيناش نشموا الريحه ديال كورونا بكل صراحه. الحمد لله. سي حسن ماشي صديق هو اخ، وتنبلغ ليه تحيه للعائله ديالو وخصوصا الام ديالو اللي تنعرفها شخصيا. فبالنسبه للكوتشينغ مونتال غادي نعطيكم الفرق، لان كانوا بعض الناس في واحد الزمان ملي تتقول ليه غادي تمشي على الكوتش مونتال تيتسحبوا، راه غادي يمشي عند
سيكياتر ان احمق، والبسيكولوج هو تيخدم على لي سوفرانس ديال الانسان اللي عنده في الماضي، يعني ديك المعاناه اللي تتكون عنده في الماضي. فالكوتش مونتال فيه الاخ والاب والصديق والاخت، فيه كل شيء مجموعه الصفات، وهو تيساعد الكوتشي يعني اللاعب او الكوتشي ديالو باش يوصل معاه الاهداف. وفي بعض الاحيان تيمكن ان بعض الامور ما تقدرش تقولها للاب وتقولها للام، ولكن تقدر تقولها للكوتش ديالك، لان تتحس بيه بحال المرايه ديالك. وهذا هي اللي بغيت نوصل لجميع الاخوان اللي معنا، بان اليوم الكوتش هو المرايه ديالك، يعني واحد الانسان اللي تيحبك بحال اللي تيحبوك داركم، ولكن تيبغي انه تفتح ليه المجال وتكون واحد الثقه بينك وبينه باش يساعدك ويدفعك لقدام ويخرجك لكان شي ازمه او كان شي ديسفونكسيونمون، ويحطك في الطريق الصحيح، خصوصا واحد لوتوروت اللي تربح فيها الوقت ديالك وتخرج بسلام. بس زكريا لما الحال غير هنايا، راه كاين كوتش مونتال وكوتش مونتال. كاين الكوتش مونتال المزيف اللي تيدير واحد 3 ايام 4 ايام وتيقول لك انا جو سوي كوتش. ولهذا انا تنقول اليوم، وهذه تنشد بها دائما، بان قبل الانسان ما يقول كوتش مونتال، خاصو اولا تكون عنده الكوتشينغ، يدير دراسه ديال الكوتشينغ خلال واحد العام او اكثر. لان اليوم حنا انا سيرت الماستر ديال الكوتشينغ في ليسكاو خلال 4 سنوات، وكل سنه كانوا تيتخرجوا من عندي دي كوتش اللي فهموا الاليات كلها ديال الكوتشينغ، وتعاملوا مع الاليات كلها ديال الكوتشينغ، ودرنا تمارين ودرنا تطبيقات وتيتخرجوا. والحمد لله تمرن وتخرج على يدي 97 كوتش مغربي اللي تنفتخر بهم. فالانسان ما يمكنش يدير الكوتش مونتال وهو ما عارفش اشنو هي كوتشي، كيفاش يمكن لي الكوتشي، كيفاش يمكن لي نتعامل. ثانيا بعض الاحيان تتلقى واحد، بعض الاحيان تتلقى واحد الانسان دار واحد السيرتيفيكا في البي ان ال، تسميوها لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك، يعني البرمجه اللغويه العصبيه، تيدير 3 ايام ولا تيدير 5 ايام، تيجي تيقول لهم انا كوتش بينيليست، ولكن راه ما عندكش الاليات كلها باش تخدم مع هذاك الكوتش. لان ملي تجي غتخدم معاه على نيفو، ولا تخدم معاه على يدو، ولا تخدم معاه على رجليه، الوغ كو الكوتشينغ خص تكون عندك واحد الدرايه كامله اللي تتبدا اولا بالشخصيه ديال الانسان. وهنا كاينه اليه من الاليات اللي تنبداو بها، وهي لا بروسيس كوم. هاد لا بروسيس كوم اللي كانت دارت لي زاسترونوت في التسعينات، واللي كنخدم عليها الدكتور طيب كالير، لان لي زاسترونوت ملي تيمشيو للفضاء تيتجمعوا تيبقاو بعضياتهم، كاين هناك تواصل وكاين ستريس. فكيفاش يمكن الناس يسيروا هاد المدة اللي غادي يبقاو عايشين بيناتهم بثبات وبرزانة وما يساوش الهدف اللي مشاو عليه؟ هذا هو البداية اللي تنقبوا فيها. فالعديد ديال الناس اللي تيقول لك كوتش مونتال ما عندوش دراية بهذا الموضوع. كذلك تنمشيو لآليات أخرى، ما غاديش نرصدها كاملة لأن مهمة، ملي تنتكلموا على التحليل التبادلي لاناليز ترانزاكسيونيل، اللي تيعطي بأن الإنسان عنده ثلاثة ديال التصرفات، عنده تصرف أبوي، عنده تصرف بالغ، وعنده تصرف صبياني، وثلاثة محتاجينهم. نعطيك مثال، ملي تتكون في الفريق، الفريق خاص تكون فيه واحد لومبيونس، خاص تكون واحد النشاط، خاص الإنسان جاي وتيتمتع، فخصنا داك التصرف الصبياني. عاود لي نكتان، عاود لك نكتان، ضرب لي على كتفك، نضرب لك على كتفي، اعطيني ان بونبون، اعطيك ان بونبون، خرج ناخذ قهوه، لا خذ انت هذه، خذ هذه، وتنضحكوا. كذلك ملي تمشيو في الكار، وكاين اللي تنقولوا التصرف البالغ. التصرف البالغ اشنو هو؟ ان تنجي وتنقول السي عبد الله ولا السي نور الدين، الله يخليك، اليوم راه عندنا ليميسيون غتبدا مع 7، فإلا بدات مع 7 خصنا ناخذوا جميع الامور ونطرقوا لها، هنا تيكون واحد لو ريزونمون، واحد المنطق. ولكن بعض الخطرات يمكن لينا ناخذوا اللي كيتكلموا على داك التصرف ديال الابوي. هذاك التصرف الابوي اشنو هو؟ راه حنا تنخدموا في واحد الراديو اللي عندها اوتوريزاسيون، واحد الراديو اللي معترف بها، واحد الراديو اللي محترمه، واحد الراديو اللي عندها دي بروسيدور، قوانين تتمشى عليها.
فهاد الامور هادي حنا تنخدموا مع الاخوان باش يعرفوها، لان ملي تيجيني انا شي واحد ما جانيش في الوقت ديالو في الكره تنعيط عليه تنقول له الله يخليك راه تتخدم في واحد الاطار اللي كاين فيه عقد، هاد العقد خاصك تحترمه، هاد العقد خصو يكون هنا تنتكلم معاه في واحد النطاق الابوي، لان واخا ما تكلمش مع لونترينور ولا تكلموا مع الكوميتي انا تنساعده من هذه الناحيه هذه. دونك هنايا بعض الامور اللي بعض الناس اللي تيقولوا كوتشينغ مونتال ما عارفينهمش، يعني بعاد كل بعد على هذه الاليات. وانا غادي نعطيك، انا غادي نعطيك غير واحد السؤال باش نخرجوا كاع حنا من الفوت. واش انت ما تيجيكش ستريس؟ واش انت بعض الخطرات ما تيمشيش الناس؟ واش بعد الخطرات ما تحسش راسك مقلق؟ جاك شي خبر وتقلقتي هو ما كانش كاع خصك تقلق؟ واش ملي تتكون في السياره ما تتحسش بعد الازعاج بعد الناس اللي ما تيتصرفوش مزيان؟ هنا تنقول لك بان الكوتشينغ مونتال خاص لكل واحد يتعامل به. بعد الخطرات تيوقع لي غير مع الزوجه، انت في الزوجه قالت لك شي كلمه وانت خديتيها بصفه سلبيه، كيفاش غادي تتصرف معها؟ هنا فانت تقول لك الكوتشينغ مونتال خاص كل واحد، يكون صغير ولا كبير، يكون مدير ولا يكون زوج او زوجه، الكوتشينغ مونتال هو ضروري. نعطيك غير مثال، اش اللي جابني عندكم اليوم ليميسيون باش نديرها معاكم؟ ياك ما عندي والو، ما كاين لا كونترا لا خلاص لا يديك لا يخليك، حيت كاين حب، حيت كاين تحفيز، حيت كاين كذلك بارتاج مع الاخوان ديالنا اللي تيسمعوا لينا باش يعرفوا اشنو هو الكوتشينغ مونتال، واش هي التجربه ديالي، وكيفاش حنا تنخدموا، وكيفاش تنعاونوا. فهاد التحفيز خصو يكون عند كل واحد. راه ملي تخرج من الدار ديالك خصو يكون عندك تحفيز وانت ماشي للعمل، ملي تخرج من العمل وانت غادي للدار خصو يكون عندك تحفيز، انت داخل وتقول السلام عليكم وفرحان وناشط، ماشي داخل للدار وتقول لهم وعلى نهار دوز وما تعطيهمش الوقت ديالهم. لاحظتي بان الكوتشينغ مونتال هو ضروري. نعطيك مثال اخر، بعض الناس عايشين ما عندهمش اهداف، بعض الناس تيمشيو للفاكونس حتى للدارني مومون، بعض الناس يبغيو يمشيو للفاكونس وما مديريش حتى التدبيرات اللي خاصه. ففينا هما لي زوبجيكتيف؟ فينا هما الاهداف؟ والاهداف كاينين اهداف قصيره المدى، متوسطه المدى، وطويله المدى. عندك ولدك عنده الباك، اش بغيتي يدير؟ عندك ولدك في البريمير، اش بغيتي من شعبه يدير؟ اش خصك تعمر ليه وقته باش ما يمشيش لك القهوه، باش ما يمشيش لك الامور الاخرى اللي تكون خاسره؟ كيفاش ننظم ليه الوقت ديالو؟ كيفاش نحفزو؟ كيفاش نتواصل معاه؟ كيفاش نقربو لعندي؟ كيفاش نحبو في العائله ديالي؟ ما يبقاش يخرج ليا برا، خاصو يلقى راحته داخل البيت. دونك لاحظتي بان الكوتشينغ عنده دور كبير، ما تنتكلموش على نيسيسيتي، تنتكلموا بانه خاصو يكون وخاصو يدخل الكيان ديالنا وخصنا نعيشوا به كلنا داخل العائله وكذلك داخل المؤسسه وداخل الرياض. فعلا صراحه انا نقول لك ان الفرق اللي دزت منها، دزت من الفريق ديال بركان، تنشكر السيد رئيس الجامعه وتنشكر الرئيس ديال بركان لانه عطاوني جميع الظروف باش نعمل على راحتي، وكذلك مع اللاعبين ومع الطاقم كنت في راحتي تماما. المشكل علاش ما بقيتش مع بركان؟ لان كان عندي البعد، لان من الدار البيضاء لبركان وانا عندي مؤسسه اللي تنسيرها، ما يمكنش لي نبقى كسالاري داخل الفريق ونبقى سبع ايام وانا تما عندي. الحاجه الثانيه، خدمت مع طنجه، فطنجان كل كان واحد تجاوب مع الاخ بيدرو لونترينور، وكان تجاوب مع الطاقم، وكان تجاوب مع اللاعبين حتى هما، وكان سهل عليا الماموريه، لان الحمد لله بـ 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 بالفضل ديال المشاريع المغربيه وبفضل التي جي في، انك عندك ساعه ونص ساعتين انت في طنجه تتقضي الامور ديالك وتترجع لدارك وترجع عند وليداتك وترجع للعمل ديالك، فيعني كانت ساهله القضيه. اليوم تنخدم مع المغرب الفاسي، فالمغرب الفاسي عندهم رئيس شاب، رئيس في المستوى، وكذلك طاقم اللي تشكرهم، طاقم مغاربي، لان لونترينور ولا جوان ديالو صاحب لونترينور فيزيك هما من تونس، والاخوه الاخرين المغاربه منهم لاعبين قدامى واللاعبين، يعني جميع الظروف. وكاين الاخ
مصطفى الخلفي هو اللي مكلف المدير الرياضي. كاين واحد لومبيونس عظيمه، تشتاق نمشي لفاس ونخدم معاهم وسنعاود نرجع. باش نقول لك بان كاينه الان كاينين طلبات من فرق اخرى كبيره في المغرب اللي ان شاء الله دابا يجي الوقت نتكلم لكم عليها، وكاينين اتصالات، وحنا بصدد يعني الدراسه ديال هاد الطلبات، لان اليوم ما يمكنش لي انا نخلي واحد الفريق وعندي معاه واحد العقد واخا عقد شفوي ما يمكنش نتخلى عليه، حيت انا خصني نحترم المعايير اللي انا تنقريها وهما يكونوا لي فالور، يكونوا القيم.